أكدت سعادة وزيرة السياحة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي الدعم ومساندة الوزارة لجميع المشاريع والمنشآت السياحية في مملكة البحرين وتيسير عملها بما يخدم القطاع السياحي ويسهم في تطوير البنية التحتية الحاضنة للزوار في المملكة. جاء ذلك على هامش اجتماع الوزير الصيرفي والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي مع الرئيس التنفيذي لشركة سايكورب عقار فواز علي الجودر، حيث طلعت الصيرفي على أحدث مستجدات مشاريع العقارات التي يتم تنفيذها أو تنفذها المجموعة في المملكة. وقالت الصيرفي إن وزارة السياحة تدعم كل سبل الدعم للمنشآت السياحية العاملة في المملكة لتحقيق تطلعات الزوار، حيث تتميز مملكة البحرين ببنية تحتية قوية لمجموعة من الفنادق الفاخرة والاقتصادية ذات الخبرة في أنشطة الإقامة قصيرة المدى. ونوهت الوزيرة بالدور البارز لشركة سايكورب في تعزيز القطاع العقاري والفندقي بالمملكة، لافتة إلى أن مشروعات الشركة سيكون لها أثر إيجابي في دعم القطاعين العقاري والسياحي ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية الشاملة. وأكدت الوزيرة الصيرفي أن التطور المتسارع في المنشآت السياحية بالمملكة وتقديم منتجات مبتكرة يأتي ليحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لجعل القطاع السياحي أحد أبرز عوامل تنويع مصادر الدخل للمملكة ورفد الاقتصاد الوطني.